ولدي اختي ضاعت في ولدي انا وانا ضاعت في ولدي اختي الزين ديالي ضاعت في ولدي وانا ضاعت في ولدي اختي راه الديبلون ديالو وانا راه خدامه في الدروج ويلا شد الديبلون ديالو باغي يخدم في واحد الشركه وقال لي امي تقلتي من الخدمه كاع ما تبقايش خدامه انا اللي كنخدمه في الدروج يخرجوا يسولوا عليا راه شاده 20 عام هادي باش شاده الدروج كنطلع على يدي ورجلي باش كنخدم هو كيمشي يجيبني ولدي بالموطور تلقى عليه ضربه قال لي تعطيني الموطور ما بغاش يعطيني ليه ضربه ورا بشهاده الناس كل شيء قال لهم انا غادي نجيب امي ما نعطيكش الموطور غادي نجيب امي حيت الموطور وافي ليه لاسورانس وما عندوش بلاكه ما يمكنش لي نعطي لك انت دي تجيب عليه الحشيش هو حشاش وحمحابسي وكيشدوه وكيطلقوه كيشدوه وكيطلقوه ورا اللي ولدي هو الصغير هو الصغير هو المتوسط هو الفن ديالي الزين ديالي خويا خويتي مرضي ليا ولدي مرضي ليا مع الجيران ومعايا وكل شيء اختي راه مشى ضاع ليا ولدي انا خرقوا ليا بحال خرق ليا بحال كيخرق في بنو راه حشومه هذا الشيء راه ما ماشي اسلام هذا الشيء من سمعت ولدي الضرب انا راه طحت في الخزامه طحت في الخزامه في الخزامه راه الخزامه راه معروفه انا راه شاده في السبعه 19 موبل اللي شاده انايا ويجي قتل لي انا دري كنخدم عليه وهز علي الطابليه 20 عام هادي وانا هز علي الطابليه يجي قتلوا لي في قسم ما هادشي قتلوه راه باقي كيدور هنا راه ساكنه في ساكنه في القلوشه راه ساكنه في القلوشه وساكن في يجوا لي لدارو ها دارو هي حدانا هنا يدخلوا يريبوا لي البيت ديالو يريبوا البيت ديالو كاين السكان كيقولوا لي كيجيبات الصبح كينوض بكري كيمشي السكان كيخافوا منه كيخافوا منه ما يقدروش يديكرا لي وباي ما يقدروش يشدو عائلته ساكنه في دار 16 ونافينو عائلته نافينو كيقولوا لي كيقولوا لي منك المخزن وهو راه خوه قاتلو هو بعدا راه خوه كلشي الناس قالوا البارح خوه دا فايت منه دافع في الكاريان وقاتلو باش وعدنا ما عزاونا ما والو داروا داك الدري بحال مات الدبانه بحال مات الدبانه ولا حاشاك شي حاجه والو ها هما حدايا ما جاني باه ما جاتني امه ولا خواتاتو انا منتبع القانون انا منتبع القانون ونتبع المسطره ديال المخزن وعاش الملك عاش سيدنا انا فقت مع الصباح كنفطر جا واحد الدري صغير قال لي راه خوك مضروب بموس مشيت خرج كنجري لقيتو طايح مشيت عند البومبي قال لي ما كاين لا لامبيلونس لا والو بانوا لي واحد شي عمال تما ديال الاطفاء طلبتهم جاو داروا لي اسعافات اولى جات لومبيلونس هزاتو مشينا السبيطار دخلنا من لومبيلونس دخلنا السبيطار شافته الطبيبه قالت لي راه توفى اش غنقول لك اختي انا راه الدري واقف مع لي ما بيه في راس الدرب مال فوا كتلحق 12 كيمشي يجيب مو من العمل ديالها هو قال لي والو غنمشيو عند البزناز غنمشيو نجيبو الحشيش واخويا انا كامل بلي ما كيتريني ما كيدير والو قال لي اخويا ديك الطريق راه ماشي هي طريقي وقال لي والو غديني تناقش هو في الهضره الاخر اللي ضرب الخوادري عار 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 الوالده ديالي يعني موت الخوادري يعني الخوادري ما تسرطاتش ليه ما خصوش يعير ليا امي فهمتي ضربوا يا خشا فيهم ضربوا هنا القلب شهاز دقه ديالو حتى لعند لومبيلونس ما لقاش تم جاي راجع داك الرجعه طاح هادشي اللي كاين وحنا كنطلبوا بمسؤولين يوقفوا هاد السيد هذا وراه هاد السيد راه كيتقرقب راه كيكريسي راه شحال من مره راه عنده صوابق راه كيدخل وكيخرج وهادشي اللي كاين اخشي هادشي اللي غنقول ضيعوا في حياته ما اش غنقول لك انا باقي الان مصدوم ما فاهمش انا ما والله ما فاهمش انا كيفاش تمشى مشى الخوادري ما بيناتنا والله ما فاهمش بحال هزو من وسطنا وداو ما فهمتش واخا الخوادري راه تشوفيه دابا في التصاور راه باينه فيه راه سيماهم على وجههم راك شي المجرم كيدير وشي الضحيه كيدير راه باين البنادم راه باين اللي مبلي وباين اللي ما مبليش خوادري عندي انا راه كيمشي كيترزق على الله ما نهار اللي ما كيكونش الرزق راه كي هو كيوقف في راس الدرب عادي كيجمع مع الدراري كيضحك مع الدراري كتلحق 12 كيمشي يجيب مو من العمل ديالها باش تجي تتغدى صافي هادشي اللي كاين هو صغير وكلشي الناس كيشكروه كلشي الناس كيشكروه هنايا في هذا الحي هو درويش بزاف وتعداني قتلوا لي جيت نجري من الخدمه من المدينه جيت نجري للسبيطار الطوبيس دخت عليه باش نشد 19 شديت ال 50 اللي كطلع الرحمه شديتها وليت نازل بعيد وركابي يتحشوا عليا غادي نجري والو ما جعدنا حتى واحد لا والديه لا والو انا بغينا خاصني نصبر بواه
نعيط للبوليس يقور ولده فين ما كان. هادشي اللي انا اللي طالب ارزاني في هاد الدري هذا. وهاد الدري هذا تشعد عليه على والو، الدري هذا ما كيكمي ما كينفح ما كيدير والو. تلاقى معاه مع الصباح قال لي غاد شويه توصلني غنجيب واحد مخدر، قال لي انا هاديك الطريق راه ماشي ديالي، ما عمرني مشيت لهداك الشيء، ما عمرني غنمشي لهداك الشيء. ما لا خرج بالجنوية ضربو جيت الفخ ديالو ضربو جيت السدر، هو بقى راكب على الموطور مكسيري. حنا ما حضرناش هاد الشيء هذا، حتى واحد قالك بنادم بقى كيشوف فيه، هو بنادم ما كيصحابو ما كاين والو، مسكين بقى هاد الحر تمشي تحدا بومبيه، مشى لقى لامبيلانسات خارجين مع داك الحر لاح الموطور تما جا كيجري معاه، وصلنا لهاد الخلا مسكين مول الامانه دا امان. شوف هذاك الدري الاخر معدي وديما خارج داخل، وكيقولوا فيه تقاتل الخوش حالة دي صغير اللي يحمل الكاريان، وفهمتي وبزاف وقع لي مشاكل، ودابا كيجريسو حاليا، دابا باقي كيدور هنا حاليا، حاليا دابا باقي كيدور هنا. يا البارح تسعود ديال الليل كاين في العراقي قدام خطافه ديال العراقي مريح، شافوا الدري جا قال لنا اليوم مع الصباح، ملي شافوا في فيسبوك شافوا مع الصباح جا قال لنا راه كان في الصباح. عائلته هو مشتين، عنده العائله كامل مجرمين، اثنين الشوكه جديده طلع فين غيهرب، ولكن كيهرب كيمشي بحال قلت كيبات تما، الغد الاخر الصباح كيجي مع الصباح كيجي هنايا كيدور. قال لك باقي لي باقي لي ثلاثه باغي نصفي عليهم، صفي ثلاثه باقي لي جوج اخرين، وهو جوج اخرين واحد فيهم راه ضربوا نهار قتل الضحيه، ضرب الاخر ضربوا مع السبعه ديال العشيه، ضربوا الايد خلي قتل هذا السيد الاخ ديالنا، وضرب واحد الايد اللي كان قال لك بغي يقتلو هرب نفعو رجليه هرب لدارهم، ومع هذيك الهوده غير مهود جيت لوزين الطريق ديال الطاكسي ديال حسن هنا ديال القصبه، خرج الراجل هز فلوس وهز تليفون، ما غير غيضرب له يدي غيقطع لي عصبات ديال يدي وغيدي لي تليفون حتى هو ودان في نفس النهار، ضرب فيه ثلاث الناس، وحاليا كيقولوا ضرب واحد على الصباح اليوم. هاي دري واش الدري ما عمرني شفت عليه العيب كاع، انا اضرب دري في الدرب ما ببلي ما كيكمي ما كيدير شي حاجه، الدري تعدى عليه وصافي. مبغاش يعطيني تقضي معاه غراض موطور، هاد خاينه مجرم بعدا معروف، مبغاش يعطيه موطور الدن، قالي وصلني شي بلاصه ما وصلني، مبغاش يقضي معاه الغراض، هبط مع البزنات بغا يقضي مع عنده حشيش ولا مع شناهو، مبغاش جبد جنويه خشافي المنطقه ديال الاستشفاء هو بزاف الدوار هذا بزاف، خرج المجرمين وقتل.